بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: أريد من الشيخ إجابة حول صلاة الفرد خلف الصف إذا جئت والصف مكتمل، هل أصلي خلفي أم أنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تجوز الصلاة للمنفرد خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، كما في حديث وابصة بن معبد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. وإذا جئت والصف مكتمل إنك تحاول أن تدخل في الصف، أن توجد لك مكانا في الصف تدخل فيه، فإن لم تتمكن وأمكن أن تدخل وتكون عن يمين الإمام فافعل، وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنك تنتظر حتى يأتي من يصف إلى جانبك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: حجيت أول مرة في حياتي وأنا أجهل جميع أحكام الحج، وطلب مني خالي أن أقوم بتوكيله بالرمي فوكلته، فهل علي شيء؟ وحجيت بعدها مرة ثانية وعند الرمي وكلت زوجي بالرمي لأنني أعاني من حالة نفسية وخوف من الزحام. توكيل عند الرمي إذا كان هناك حاجة لا بأس به، أن يكون كبير السن أو صغيرا لا يستطيع الرمي نفسه، أو امرأة حامل تخشى على حملها، أو إنسان مريض ضعيف لا يقدر على المزاحمة أو المشي إلى الجمرة، لا بأس. الحاصل أنه عند العذر للمسلم أن يوكل من يرمي عنه الجمرات. إذا لم يكن هناك عذر فإنه لا بد أن يباشر الرمي بنفسه. نعم. تسأل الأخت السائلة عن الأطفال الصغار وحكم الباسهم الملابس القصيرة أو غير الساترة، هل في ذلك شيء؟ نعم، لا يجوز أن يربى الصغار على عدم الستر، بل يلبسون لباسا ساترا ويربون على ذلك. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ أنا أصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة لعدم نوم وقت الظهر، فهل يشملني الأجر في ذلك؟ نعم، إذا خفت ألا تقوم آخر الليل فإنك توتر أول الليل بعد صلاة العشاء. نعم. يسأل الأخ السائل عن زكاة المال، هل تجوز زكاة المال للابن الغارم من والده؟ لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، لأن كل منهما يجب عليه الإنفاق على الآخر عند الحاجة إلى الإنفاق، فلا يجعل الزكاة واقية لماله الذي يجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل في هذا السؤال يقول: هل يجوز أن نقابل زوجة أبي السابقة علما بأن أبي طلقها قبل الزواج بأمي؟ لا بأس، إذا كان والدها قد تزوجها عقد عليها فإنك تكون محرما لها دائما ولو طلقها والدك، أو كانت قبل أمك أو بعدها، ما دام أنه عقد عليها والدك إنك تكون محرما لها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو جابر يقول: هل صحيح أن نسك التمتع قد نسخ، وما هي أفضل الأنساك لمن أراد الحج؟ الصحيح أن نسك التمتع لم ينسخ، وأنه باق إلى أن تقوم الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأبد لما سئل عن ذلك، قال: بل للأبد. ما قالوا له: ألعامنا هذا، عن فسخ الحج إلى العمرة، قال: بل للأبد. فالتمتع هو أفضل الأنساك، التمتع ثم القران ثم الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: إذا أرادت الغسل هل يجب أن يكون الشعر خاليا من الكريم أو ما دهن به هذا الشعر؟ لا مانع من الأدهان، ولا الأدهان لا تمنع الماء، إنما إذا كان على الشعر شيء متجمد يمنع وصول الماء إليه فلا بد من إزالة الحائل، أما الأدهان فليست حائلة. نعم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، يقول: الشيخ صالح، رجل حج قبل 3 سنوات وترك رمي الجمار في
أيام التشريق بسبب الزحام والخوف وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده، ماذا عليه؟ يكون عليه فدية لأن طواف لأن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن ترك واجبا فعليه الفدية، يكون عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. وقوله أنه لا يستطيع من الزحام، لو وكل كان لا يستطيع أن يباشر الرمي بنفسه فيوكل من يرمي عنه ولا يترك الرمي. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلتنا من أحد الإخوة بالفاكس يقول: سؤالي، أنا مسافر للصين لقضاء بعض الأعمال وقد تستغرق الرحلة حوالي شهر أو أكثر، هل يجوز الجمع والقصر في الصلوات مأجورين والضابط في ذلك؟ لا يجوز القصر والجمع في الإقامة أثناء السفر إذا كانت الإقامة تزيد على 4 أيام، لا يجوز لك القصر ولا الجمع لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة التي تزيد على 4 أيام. هذا قول جمهور أهل العلم، والمسلم يريد البراءة ذمته ويريد احتياط لدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيع والشراء، الربح هل هو له وقت محدود وهل هو محدد بمبلغ معين؟ الربح هذا من فضل الله عز وجل، قد يحصل ربح وقد لا يحصل، وقد يقل وقد يكثر، وليس له وقت معين. نعم، قد يكون هناك مواسم، قد يكون هو هناك مواسم تكون مظنة للربح أكثر من غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: بالنسبة للأحلام التي تأتيني في المنام، عندما أرى رؤيا أقوم من الغد وأسأل عنها، هل هذا جائز شيخ؟ الأحلام أنواع، منها ما هو أضغاث أحلام لا اهتمام له، أن يكون الإنسان يفكر في شيء أو يهمه شيء ثم إذا نام يعرض له هذا الشيء، هذه أضغاث أحلام لا يلتفت لها. والنوع الثاني ما يكون من الشيطان، إن الشيطان يحاول أن يكذب على ابن آدم، فإذا لم يأتي بالأذكار التي تكون عند النوم، لم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويأتي بالأذكار الواردة، فإن الشيطان يأتيه، قد يأتيه في النوم ويكدر عليه نومه بالأحلام المزعجة، فهي من الشيطان فلا يلتفت إليها. أما النوع الثالث وهو الرؤية التي تكون على يد ملك الرؤيا، هي رؤية حق، عليه أن يسأل عنها من يفسرها أو يؤولها له. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو بسام يقول: متى يفطر الصائم إذا كان في فرض أو في تطوع، هل هو عند الغروب أم عند سماعه الأذان؟ إذا كان يرى الغروب بعينه يفطر عند الغروب، إذا كان لا يرى الغروب كونه في مكان محجوب لا يرى الشمس فإنه يعتمد على الأذان ويفطر على الأذان. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول: ما رأيكم يا شيخ في كثرة الاستغفار بنية الأطفال والذرية الصالحة، هل فيها شيء؟ شيء طيب، استغفر لنفسه أولا ثم يستغفر لوالديه ولذريته وللمسلمين. نعم. رسالة أخرى بها مجموعة من الأسئلة يبدأها هذا السائل ويقول: هل يجوز ترك التكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ نعم يجوز، لكنه ينقص الأجر في ذلك، لأن التكبيرات الزوائد عن تكبيرة الإحرام تكون سنة، أين أتى بها فهو أفضل، إن تركها فصلاته صحيح. نعم. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز هجر المتحزب لأي جماعة؟ إذا كانت الجماعة مخالفة لأهل السنة يجب هجره ولا يتحزب لها، بل يرجع إلى الحق، إلى من كان معه الحق، من كان على مذهب أهل السنة الجماعة. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيتبع منهج الحق، مذهب السلف الصالح، لا يتعصب للمخالفين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تدخل الأظافر التركيبة في الوصل بالنسبة للمرأة؟ لا تجوز، لأنها تحجب الماء عن الجلد، لا تجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن فيها تدليسا، أن فيها تدليسا يظن أنها خلقة وهي ليست خلقة. ناجي من الرياض يقول: بالنسبة للفضة، عندما اشتري هذه الفضة بالدين هل يجوز ذلك؟ إذا كنت اشتريتها بنقود فلا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا ربا نسيئة. أما إذا اشتريتها بغير النقود، اشتريتها بطعام، بأقمشة، بمواشي، فأس بذلك. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت
من سائلة تقول عندما كان عمري 14 عاما أفطرت في رمضان نصف شهر، بعد ذلك قضيت 7 أيام ودخل رمضان آخر ولم أقضي الباقي جهلا مني، علما بأن ذلك في زمن ماضي، وهل لابد من الكفارة مع الصيام؟ إذا كان تأخير القضاء لا عذر فيه، إنما هو تكاسل إهمال، فلا بد من الكفارة مع القضاء. أما إذا كان تأخير القضاء إلى بعد رمضان بعذر استمر معه حتى دخل عليه رمضان الجديد، فإنه يقضي بعد رمضان الجديد وليس عليه كفارة. يقول هذا السائل: أعطاني أبي رحمه الله ما يقارب من 40,000 للمساهمة في أساسات مسجد، وأخذت منها 10,000 دون علمه لمساعدة صديق لي، وليس عنده وظيفة، فما هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، تغرم العشرة هذه، تغرمها من مالك، تنفذ ما قال لك أبوك. الأخت السائلة تسأل عن تشقير الحواجب، وهل يجوز لبس العدسات اللاصقة؟ تشقير الحواجب لا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وأما لبس العدسات اللاصقة إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، ضعف البصر أو لعيب في العين تحتاج إلى لبس العدسة لا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة فإنه لا ينبغي. بعضهن يقولنا بأن هذا تزين للزوج. التزين يكون بأصل الخلقة إذا كانت سليمة، أما إذا كان فيها عيب فلا مانع أنها تزيل التشويه. زوجي تقول السائلة يدرس في استراليا، هل يجوز له أن يترك الصيام لأنه يشق عليه الصوم، ولأن التوقيت تشرق الشمس صباحا وتغرب خامسة وتغرب في التاسعة، لأن عليه مشقة؟ شك أن استراليا فيها مسلمون، فيها جاليات إسلامية وفيها طلاب، فيسأل المسلمين ويعمل مثل عمله، لا يجوز ترك الصيام ما دام فيه ليل ونهار في المكان، فإنه يصوم النهار ولو كان قليلا، لو كان النهار قصيرا صوم، أو كان بالعكس كان النهار طويلا يصومه أيضا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي مكان. الأخت سامية من نجران تسأل عن حكم سجود التلاوة للحائض حين مراجعتها لما تحفظ. لا بأس إذا جاز لها تلاوة القرآن لعذر يقتضي أن تقرأ القرآن، مرت بآية السجدة فتسجد، لأن سجود التلاوة ليس صلاة على الصحيح، لا يشترط له شروط الصلاة، وإنما هو تابع للقراءة. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: سافرت من الرياض إلى جدة وبقيت في جدة أيام وأردت العمرة، من أين أحرم؟ هل أحرم من البيت أم أعود للميقات؟ إذا كنت ناويا العمرة يوم تقدم من بلدك فإنك تحرم من الميقات الذي تمر منه في طريقك، ما دمت ناويا للعمرة حينما مررت بالميقات. أما إذا تجاوزت الميقات وأنت لا تريد عمرة ولكن بعد ذلك فذلك أن تعتمر، فإنك تحرم من المكان الذي نويت منه، إلا إذا نويت من مكة لا بد أن تخرج إلى الحل، تخرج إلى الحل خارج حدود الحرم تحرم بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج أعمرها من التنعيم خارج حدود الحرم. تقول الأخت السائلة: الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة بعد سن 50 هل تعتبر دورة أم لا؟ وما رأيكم في خلاف العلماء في هذا الموضوع؟ الذي عليه جمهور العلماء وهو المفتى به لهذه البلاد أنه لا حيض بعد 50، يعتبر هذا نزيفا. جزاكم الله خيرا. تقول: يا شيخ أنا دائما أدعو من الصالحات أو من الصالحين أن يدعو لي بالصلاح والثبات والرزق، طلبي هذا الدعاء هل هو جائز؟ جائز، لكن كونك تدعين أنت أفضل، المسلم يدعو الله هو لنفسه ولغيره، وإذا طلب الدعاء من غيره فهذا جائز، لكن الأولى أنه هو الذي يدعو. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بالنسبة لكفارة اليمين هل تدفع لعائلة مكونة من 8 أشخاص؟ يبقى شخصا إذا دفع لـ8 بقي عليه إطعام شخصين ليغلق أو ليكمل العشرة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول: بالنسبة للمرأة متى تقرأ سورة الكهف؟ هل لو قرأت ذلك في المساء هل يجزي؟ نعم، في يوم الجمعة سواء في أول النهار أو في وسطه أو في آخره. نعم. يقول هذا السائل: هل تصح الجمعة بـ13 فردا؟ نحن نعيش في البادية ونصلي الجمعة بهذه المجموعة. إذا لم يكن حولكم مسجد جامع قريب منكم لا بأس أن تصلوا الجمعة في قريتكم، والصحيح أنه لا تحديد لعدد صلاة الجمعة، أنه لا تحديد لعدد معين، بل تصح من 3 فأكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل أي
أيضا يقول فضيلة الشيخ: أخذت من أحد المساجد مصحفا لأقرأ فيه، هل علي شيء وهل لابد من إرجاعه؟ نعم، المصاحف التي في المسجد هي وقف عليه، تقرأ ما دمت في المسجد، تضع المصحف في مكان ولا تخرج به، إنه وقف على هذا المسجد. نعم. فإن خرجت به إنه يلزمك أن ترده. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول بأنه سافر من منطقة لمنطقة أخرى في نهار رمضان، يقول: وأثناء الاستراحة في منطقة الوسط جمعت زوجتي في نهار رمضان، ما الحكم، مأجورين؟ إذا كان المكان الذي سافرت إليه يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فلك الترخص في الإفطار وجماع زوجتك. أما إذا كان أقل من 80 كيلو لا يجوز لك ذلك، ويكون عليك الكفارة قضاء اليوم، وعليك الكفارة صيام شهرين متتابعين. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تقول: شيخ، زميلتي في العمل بعد ترقيتي أخذت تؤذيني بكل وسيلة تستطيع من المكائد وتأليب الموظفات ضدي وغير ذلك، أود من الشيخ في هذا البرنامج وفي هذا المنبر النصيحة لها لعلها تندم وترجع. هذا من الحسد، هذا من الحسد الذي لا يجوز، والحسد حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. والذي والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن مع ذلك عليك أن تسمحي عنها وأن تتعلى فيها ولو بإعطائها شيئا من المال. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، لي والدة كبيرة في السن وفي بعض الأحيان يغيب عقلها فتدعو علي، وأنا أقوم بخدمتها وأغضب في بعض الأحيان عليها ولا أجيب طلباتها، فهل علي شيء في هذه العقوق؟ نعم، لا تغضبي عليها، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لهما قولا كريما، عليك بالصبر والاحتساب، أنت مأجورة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل البرنامج يقول: تراودني وساوس بالموت وأني سوف أموت، وأراجع طبيب نفسي وراجعت طبيبا نفسيا وأعطاني بعض الأدوية، هل تعتبر هذه الأنواع من العلاجات مخالفة للأسباب، الأخذ بالأسباب؟ الوسواس عليك بالذكر والدعاء وعدم الانجذاب مع الوسواس، والموت كلنا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، علينا أن نستعد بالعمل الصالح قبل حلول الموت، علينا أن نستعد بالعمل الصالح والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وأما أخذ العلاج إذا كان ينفع فلا بأس به، أن تذهب إلى الطبيب ويعطيك علاجا نافعا، هذا من الأسباب المباحة، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين على ما بينتم لنا في أسئلة الإخوة والأخوات. شكرا، وتحية لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر.